السلام عليكم ورحمة الله. معكم مصطفى أمان. تحقيقا للغرض الذي أنشأت من أجله هذه القناة، وهو محو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، قررت بالتعاون مع زميلي العزيز مصطفى صابر بإنشاء قائمة تشغيل عن مجال الإلكترونيات، وسيكون الغرض منها أن نتعلم كيفية اختبار وإصلاح الأجهزة والكابلات والشواحن باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة. وأول فيديو معانا النهاردة في هذه القائمة هنشرح فيه أهم أداة هنستخدمها في مجال الإلكترونيات، وهي أداة أو جهاز الأفوميتر. تعالوا بينا نشوف طريقة استخدامه بشكل بسيط. الأفوميتر هو جهاز فحص وقياس متعدد الأغراض، له أهمية قصوى داخل ورش صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية المعقدة. وكلمة أفو هي اختصار للكلمات أمبير وفولت وأوم. الأفو اللي هنشرح عليه هو أفو ديجيتال، الموديل بتاعه DT-830L، وده المكان اللي بيتم وضع فيه بطارية التشغيل، وهي بطارية 9 فولت زي اللي ظاهرة في الصورة اللي معنا. وبيجي مع الجهاز كابلين لونهم أحمر وأسود. الجهاز بيكون فيه 3 منافذ اسمهم بالترتيب VMA وCOM و10 ADC. الكابل الأسود بيتم وضعه في المنفذ اللي اسمه COM فقط، أما الكابل الأحمر يمكنك وضعه في أحد المنفذين الآخرين. طيب، إمتى أحط الكابل الأحمر في المنفذ الـ VMA أو إمتى أحطه في منفذ الـ10 ADC؟ لما أكون عايز أقيس الفولت أو التيار أو المقاومة أو الملي أمبير، الكابل الأحمر بيكون في المنفذ الـ VMA. أما لو عايز أقيس من 1 أمبير إلى 10 أمبير، الكابل الأحمر بيتم وضعه في منفذ الـ10 ADC. أما بخصوص علامات المؤشر، فالعلامة الأولى وهي V وبجوارها شرطة أو داش، وهي لقياس التيار الثابت مثل شواحن الموبايل وشواحن اللابتوب. العلامة الثانية وهي حرف الـ V وجنبيه علامة مموجة، وهي لقياس التيار المتردد مثل الكهرباء اللي في البيت، الكهرباء العادية. العلامة الثالثة وهي علامة حرف الـ A وجنبها داش، وهي لقياس الأمبير. العلامة الرابعة وهو رمز إغريقي يدل على الأوم، وهي لقياس المقاومة. الرمز الخامس وهو الـ HFE، وهي لقياس الترانزستور، أو يتم وضع أرجل الترانزستور داخل الفتحات الموجودة دي. الرمز الخامس وهو وضع الجرس أو الدايود، وهي لقياس الصمامات الثنائية مثل الصمامات الثنائية الضوئية. أما بخصوص زرار الباك لايت، يمكنك استخدامه في حالة عدم وجود ضوء لكي يضيء لك شاشة الجهاز، فيمكنك من قراءة القيم المعروضة على شاشة الجهاز. أما زرار الهولد
فهو يقوم بتثبيت القيمة المعروضة على شاشة الجهاز. وانتبه جيدا ألا تترك المؤشر بعد الانتهاء من استخدام الجهاز على أي علامة، لأنه سوف يستهلك بطارية التشغيل، فيجب عليك وضع المؤشر على العلامة أوف. ويعد هذا الأمر من عيوب هذا الجهاز لأنه لا يفصل أوتوماتيكيا. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح جهاز الأفوميتر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.